للحظة فارقة ذابت حدود فاصلة بين السودانيين، توحدوا خلف هدف واحد، 21 أكتوبر 1964 الثورة التي اخترعت الشعب. كان السودان العريض هو نخبة المدينة، رؤوس الطائفة، زعماء القبائل، وجهاء الريف، وفي الجانب الآخر قيدت جموع الشعب رابطة تتلقى حضورها بالإشارة، تمتنع عن فعل الحياة دون مرشد. أكتوبر كانت ميلاد أمة مهر هذا الشعب من دمه الأصيل، حاجزا مانعا للسلطة أن ترتدع حينما خرجت عن معناها الرئيس لتركب سعيها ضد الجميع وصاية وعنف. أكتوبر 64 لحظة القرشي وإخوانه، هذا النبل الخالص لم يكن ليتحقق دون انهيار جدر الخوف وتعالي الذات الصادقة، لا سبيل للحياة حينها إلا بتجديد الروح، الروح الحبيسة عند آمر وآخر مسكون بالوهن أن هذا الشعب قطير. فبعد رفع علم الاستقلال تحقق التحرير، لكن النخبة ظلت تجذر غيها في الصراع والتنافس على اعتقال كرسي السلطة، حتى زحف الجيش برغبة من النخبة ذاتها ليوقف نمو بذرة الديمقراطية التي كانت ديمقراطية كسيحة سجينة، لكنها في الخطابة والبلاغة المهلكة لا مثيل لها. شاهد عيان رصد لنا يوميات هذه الثورة العظيمة، أستاذ القانون بجامعة الخرطوم الأمريكي الجنسية كليف تومسون، والذي يعود الفضل إليه أنه كان مراقبا حصيفا دقيقا، والأهم من ذلك أن هذا الكتاب ضل طريقه إلى أدراج الكتب المنسية. يقول مقدم الكتاب بروفيسور عبد الله إبراهيم: لقد طال إضرابنا عن فهم دلالة ثورة أكتوبر كثورة سياسية اجتماعية على بينة من تاريخها، وحصل علينا قول أحدهم: إن من جهل التاريخ كنا كمن يأوي إلى منزل بلا نوافذ، ولهذا صار بلدنا ضريرا يتخبط في الظلام من مس الجهل والمزاعم الطوية. هذا الكتاب اليوم في هذه الحلقة يعود الفضل في ترجمته إلى البروفيسور بدر الدين حامد الهاشمي، والذي آل على نفسه أن يقوم بمهام جسام خدمة للثقافة وأغراضها. تظل ثورة أكتوبر هي الفعل الذي فك تجميد رصيد هذا الشعب المعطل في الفاعلية، لينطلق محققا آماله، قاضيا على فعل العنف المرتب بمعاني السلطة البديعة. الأعزاء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الوراق. في هذا العام وفي هذا الشهر أكتوبر مرة 56 سنة على ثورة أكتوبر. ثورة أكتوبر الاسم فقط ملهم وملفت، وتختلف الآراء وتتباين حول النظر لهذه اللحظة، لحظة 21 أكتوبر 1964 والتي أسقطت الحكم العسكري الذي حكم السودان من العام 58 حتى العام 64 بقيادة الراحل الفريق عبود. ما يهم في احتفالنا بأكتوبر ليس أناشيدا ولا يعني محاولة تجميل وزي ما نقول بالدارجة بتاعتنا العرضة يعني بأكتوبر، لكن نحاول أن نقرأ أكتوبر في سياق جديد. جدة هذا السياق هو كتاب لابد أن نشكر مترجمه، هو البروفيسور بدر الدين الهاشمي، والذي صراحة يقدم الكثير الكثير لمصلحة الثقافة السودانية. كان أن ترجم هذا الكتاب المهم الذي هو بعنوان يوميات ثورة أكتوبر 1964 لكليف تومسون. من هو كليف تومسون؟ يقول بروفيسور عبد الله إبراهيم في تقديمه للكتاب: اندلعت ثورة 21 أكتوبر 64 بينما كان الدكتور كليف تومسون يقضي عامه الرابع في السودان كمحاضر مبتدئ بقانون جامعة الخرطوم، وقد صار فيما بعد عميدا لكلية القانون بجامعة ولاية ويسكونسن الأمريكية بمدينة ماديسون، ومديرا لمعهد الدراسات الإفريقية. وكانت تلك ستينيات القرن الماضي التي تميزت بحركة غير عادية لتغيير العالم كما عرفناه. كان الاحتجاج هو العادة والسكون هو النشاز، ووجد كليف الفتى الأمريكي، وكانت بلاده وجامعاته أكبر بؤر الدعوة لتجديد شباب العالم. وجد نفسه في طيات تلك الثورة وخفاياها، فسهر
يدون يومياته عنها، ثم تعقب قادة الثورة وروادها في السنوات المباشرة اللاحقة يسألهم عن أدوارهم فيها. هذا كتاب مهم يقدم أكتوبر جديدة، تفاصيل نعتقد لأول مرة من أرخوا وكتبوا ودونوا عن أكتوبر سيقعون على معلومات جديدة في هذا الكتاب. أيضا المفيد في هذه الحلقة أن ضيف هذه الحلقة بخلاف اهتمامه بأكتوبر هو معاصر بل وفاعل من فاعلين ثورة أكتوبر، بروفيسور بركات موسى الحواتي، الذي نقول بأنه ينشط في اتجاهات الثقافة السودانية كتابة وبحثا محاضرا ومناقشا، ولا يبخل حقيقة متى ما طلبنا لحوار تلفزيوني لبى هذا الأمر وفي عز مشاغله. أنا أريد أن أرحب بضيف الكريم لنبدأ معه هذه الحلقة. بروفيسور مرحبا بك في هذه الحلقة. شكرا أستاذ غسان، وأمل أن أكون عند حسن الظن، خصوصا وأنه مسألة أكتوبر على بعد مرور 56 عاما منذ أن اندلعت، كثير من المسائل ما زالت محل التساؤل. صحيح. وما زالت محل محاولات للتفسير شتى ما بين الانحيازات وما بين الدراسة الموضوعية التي تأتي بالحقائق كما هي يعني. والأكثر من كده، نحن في الجمعية السودانية لإعادة قراءة التاريخ معنيين بإعادة القراءة في كل ما تعلق بتاريخ السودان. وثورة أكتوبر ليست بعيدة في عمر الشعوب يعني، لكن لها الحقيقة يعني قد تكون في كثير من التساؤلات عن كيف بدأت وكيف اندلعت وإلى أين استمرت، وهل سرقت، وهل يعني كما يقول البعض أثرت على مسار السياسي في البلد، ولا هي أدت بدايات صحيحة وهي التي يعني أدت إلى ثورة 1985 أبريل ثم ديسمبر. طيب، ما هي العلاقة؟ أنا حبدأ معك بأنه لازم نقول للمشاهد الكريم ما هي أهمية كتاب كليف تومسون يوميات أكتوبر 64 لصالح الذاكرة السودانية؟ إيه أهمية هذا الكتاب؟ هو طبعا أهمية الذاكرة في أنه هو كان أستاذ في كلية القانون وفي داية حياته، وشهد من موقعه في الجامعة الأحداث التي أدت إلى الثورة منذ ندوة 21 أكتوبر 1964 إلى ما تعلق بالأحداث والوقائع في داخل جامعة الخرطوم لغاية يوم السبت 31 أكتوبر. وهو سجل بأمانة شديدة، بأمانة من شاهد ومن رأى ومن سمع، ومن لم يتابعه اتصل بالأشخاص اللي قاموا بهذه العملية السياسية والعملية بتاعت الثورة نفسها، إذا كانوا في جامعة الخرطوم ولا خارجة. وكانت البدايات كلها يعني بدايات يعني قريبة، الذاكرة قريبة للأحداث يعني، فاتصل بهم وتحدث معهم وسجل كل الوقائع التي ذكروها يوميات. فالكتاب بهذا المعنى يستحق كلمة يوميات، وأنا أعتقد أنه قريب من الكتاب بتاع جون ريد اللي هو أصدره عن 10 أيام هزة العالم، وسجل فيه وقائع ثورة روسيا أو ثورة البلشفية سنة أكتوبر 1917. لذلك أنا أعتقد أسمي هذا الكتاب بأنه يمكن أن يكون شهادة ليست سماعية ولكن شيء مشاهدة يومية ومشاهدة ميدانية ومعايشة للأحداث ولمن قاموا بصناعة الأحداث، وخصوصا وهو يتميز بقدرة على ما يمكن على الملاحظة والمشاهدة والرصد، وما لم يجده يستخلصه من خلال الوقائع بحكم دراسته للقانون يعني. تمام. ده أهمية الكتاب. نعم. ما قدموا برصد يومي. نعم. وبالساعات. نعم. الساعة كده والدقيقة كده حصل كده. نعم. الساعة كده والدقيقة. نعم. بتفاصيل غير عادية. وده أمر مهم يعني. جدا يعني. نعم. أمام أنت مبارح وأنا بتونس معاك كنت قلت لي دي صورة حية، مشكلة صورة حية. نعم. قلت لي الكتاب صورة حية، صورة حية لما جرى في أكتوبر، صورة حية للوقائع يكاد يكون أنت ذاتك تعيشها. وهنا ده في قدرة بتاعت المترجم الحقيقي. أيوة. لا بد من الإشادة به. يعني الأخ بروفيسور بدر الدين الهاشمي كأنه هو الكتب الكتاب، وده نادر جدا جدا في الترجمات. الترجمات دائما بتكون باردة في نقل المشاعر التي كتبت بها الأصل يعني. فالهاشمي الحقيقة استطاع أن ينقل الوقائع وكأنه عاش هو، ليس يعني كمن كتبه يعني. وفي فرق بين أن تكتب وأن تترجم يعني، ولذلك نقل الروح تماما الموجودة يعني، حتى التفاصيل اللي انت بتتكلم عنها والوصف الذكي لمن صنعوا الاحداث يعني. هو في بعض الاحيان بيسترسل في وصف حدث، لكن من الذي قام بالحدث بيديك نبذه عنه. صحيح. موجزه، ولكن
مكثفة ومقبولة. يعني أنا عشان أقرب للمشاهدين فعلا حقيقة إخوان الكتاب حتى من المحتويات لما تجي تقرأ نهار وليل الأربعاء 21 أكتوبر، الخميس 22 أكتوبر منتصف الليل إلى الفجر، الخميس 22 أكتوبر من الفجر إلى منتصف النهار، وهكذا الكتاب نفسه رصد يعني دقيق جدا، تكاد تكون صورة فوتوغرافية، تكون أنت موجود في الصورة تماما. نعم. طيب نعم. من الأشياء لابد أنه نقولها، وأنت عاصرت يا أستاذنا. نعم. أكتوبر كنت طالب. نعم. أنت سنة 64 كنت أين؟ أنا كنت في جامعة القاهرة فرع الخرطوم في السنة الثالثة كلية القانون. يعني أنت كنت قريب من الحدث ده لدرجة شاركت فيه؟ وليس قريبا فقط، بل أنه حوش جامعة القاهرة في الخرطوم كان له دور كبير جدا في صناعة موكب 22 أكتوبر وما قبلها من مواقف سياسية ضد الحكم العسكري. وكان أنا طبعاً حاجي وكانت لدي صحيفة اسمها أفريقيا حائطية، وكانت هي مهتمة كعنصر استقلالي في الكتابة تحت الناي بموقف أخلاقي محترم جدا جدا ضد النظام بتاع إبراهيم عبود أو النظام بتاع 17 نوفمبر يعني. طيب. ولذلك كانت المساهمة ميدانية. أنا طبعا شايف الصحف اللي قدامك، وأنا عارف أنه بروفيسور بركات ظل سنويا عند ذكرى أكتوبر يكتب قراءات نقدية وتحليلية ليس فقط في اللحظة التاريخية وإنما ما بعد هذه اللحظة، وأنا حي عشان أقلب معك المقالات، لكن بهمني برضو بما أنت معايش ومعاصر أكيد ما حنقدر نناقش تفاصيل الكتاب. نعم نعم. لكن من ملامح عامة نطرح الأسئلة. أولا تقييم إجمالي مجمل رواية كليف تومسون لأكتوبر، ماذا يقول فيها بروفيسور بركات؟ والله شوف، هو كتب من ناحية جغرافية ما طلع من موقعه وتداعيات الأحداث بعد أن خرجت من أسوار جامعة الخرطوم أو من فناء جامعة الخرطوم. إذا كان في مكتب عبد الدين إسماعيل المحامي رئيس نقابة المحامين في ذلك الوقت، أو كانت في القبة محل ما كانت بتجتمع الأحزاب التقليدية، أو في نادي أساتذة جامعة الخرطوم. يعني دي كانت المواطن العادي قد ما يكون بحس من الذي يحرك الثورة ومن أين كانت تصدر القرارات، ولذلك فهو تابع المسألة دي من خلال من الذي يقوم بذلك وما هي الاجتماع اللي حصل من الساعة كم للساعة كم وما الذي دار فيه وما الذي توصل فيه، وخصوصا أنه كان في ما يشبه في البداية جزر معزولة يعني، لكن البداية كلها كانت في جامعة الخرطوم ابتداء من الندوة بتاعت يوم 21، بل هو للأسف الشديد كان بدأ من 21 أكتوبر، من 21 أكتوبر يوم الأربعاء، لكن قبلها ودي عشان المسائل تنضبط يعني بدأت بيوم 10 سبتمبر حين أقامت الجمعية الدراسات الاجتماعية ندوة عن مشكلة جامعة الخرطوم، وتحدث فيها دكتور الترابي وكان جاي دوبه من باريس، وهو الذي قال أنه سبب مشكلة الجنوب هو النظام العسكري الذي لا يتيح الحريات والذي والذي والذي، ودي كانت بدت وكانت عملت مشكلة أمنية حصل فيها تدخل يعني ما كبير. بعد طوال في 23 سبتمبر أقام اتحاد طلاب جامعة القاهرة في الخرطوم ندوة تحدث فيها محمد صالح عمر وأحمد علي بقادي، وكان صحفي في جريدة الرأي العام وكان يساند الحلول العسكرية الموجودة، ولذلك حصلت المفاجأة في هذه المسألة. بعد طوال كانت بدأت الجمعية الفلسفية دعت إلى ندوة في نفس موضوع مشكلة الجنوب يوم 10 أكتوبر 1964، ودي حصل فيها مواجهة واضحة جدا جدا بين الاثنين، ولذلك حصل التحدي واعتقل اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ورحلوهم إلى كوبر، وجاءت اللجنة الجديدة اللي تم الاتفاق عليها وكان فيها أنور الهادي عبد الرحمن، وهو اللي اقترح الندوة بتاعت يوم 21 أكتوبر 1964، وبدت إلى أن حصلت حتى بابكر الحاج ممثل الجبهة الديمقراطية بدأ الكلام في هذه الندوة، وعلى بال ما بدأ كان البوليس ابتدى يتحرش وبدأت الأسلاك الشائكة توضع حول المسائل وبدأ نوع من الذعر، لكن استمرت نفس الأنور الهادي مسك الميكروفون وطالب الناس بأن تستمر الندوة، ولكن التحرش زاد فما كان منه إلا أن قال الشعر أبو القاسم الشابي إذا الشعب يوم أراد الحياة، وفي المرحلة دي بدت فعلا معركة أو سميها مجزرة من الغاز البذيء زي ما سماه محمود المكي إبراهيم نحييه من هنا، الغاز البذيء. وبدأ بعد كده استعمال الغاز بصورة، واتضح أنه الغاز ذاته المستعمل محرم دوليا بعد ما انتهت المسألة، وبعد كده بدأ استعمال
ما يمكن أن يكون الرصاص الحي الذي أدى إلى مقتل الشهيد أحمد القرشي طه. وبدأت منذ ذلك اللحظة ليس دراما ولكن بدايات المواجهة التي أدت إلى إسقاط نظام 17 نوفمبر 1958. طيب الرواية يعني من كثرة الحديث حول أكتوبر في محطات كده محل نزاع, خلينا نبدأ معاك يعني. نعم. أول نزاع ما يمكن أن نسميه لغز, وده مجازا يعني, لغز القرشي. نعم. وانت عارف التنازع حوله, حتى التنازع حول جثته نفسه, هو يميني ولا يساري, هو شيوعي يعني ولا إسلامي ولا كده, وأنا شهادتك بتهمني, وكذلك ما قاله كليف تومسون. نعم. حل لي لغز هو القرشي. هو ليس لغزا, هو وضوح. ولكن يعني من معوقات التطور السياسي في السودان أنه نضيق الواسع. طيب. بمعنى أنه القرشي أحمد القرشي طه طالب عادي من طلاب السودان العاديين من بلدة القراصة على النيل الأبيض, كان في كلية العلوم وكان في سنته الأولى يعيد هذه السنة, وزيه زي أي طالب في ذلك الوقت في أثناء الندوة انفعلوا بالأحداث وحاول في مرحلة من المراحل أن يساهم, فبدأ بحجر ولكن منظره كان واضح جدا جدا, فضرب برصاصة في حاجبه, اخترقت منطقة ما فوق الحاجب وعبرت المخ إلى أن ظهر بعض منه يعني. ودي بدايات كانت هذه المسألة. موقع وين كان؟ يعني كان في منطقة. لا بقصد موقع بمعنى كان مشارك في الندوة يعني. لا كان مشارك في الندوة, نعم كان موجود يعني. يعني كحضور. كحضور يعني. كحضور وليس كمتحدث. متحدث. لكن الدفاع عن كرامة الطلاب وعن الروح الشرسة اللي مارسها البوليس في ذلك الوقت أدت به إلى أنه يكون من الواقفين للدفاع عن زملائه وعن البنات الموجودات يعني. انت عارف انا سالتك ليه طبعا, لكن هطلع فاصل واجي عشان اقول لك الروايه. يعني مثلا بروفيسور عبد الله علي ابراهيم في كتابه ثوره اكتوبر هو صاحب روايه بتقول انه القرشي شيوعي ومنظم, وانه قابله في رحله, مش كده رحله جامعيه وكذا, وبالتالي هو في صراع حول الايكونكس, حول الترميز ده مش كده, حول الرمز. إذا كان شيوعي فهذا مكسب لليسار, إذا كان إسلامي. فخلينا نطلع فاصل أستاذنا الكريم ثم نجي نشوف. نعم. نفكك اللغز بعد هذا الفاصل. في هذا الفاصل نشاهد أوراق الأسبوع ثم نعود نواصل النقاش مع أستاذنا بركات الحواتي حول هذا الكتاب المهم, يوميات أكتوبر لكليف تومسون, والذي قام بترجمته بروفيسور بدر الدين الهاشمي. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. مرحب بكم مرة أخرى, لازلنا في هذه الحلقة الجديدة من الوراق. هذه الحلقة اليوم زي ما قلنا يعني مرور 56 سنة على ثورة أكتوبر, 21 أكتوبر 1964, واحتفالنا بها هذا الكتاب الذي صدر بترجمة ممتازة جدا كما عودنا بروفيسور بدر الدين حامد الهاشمي, كتاب يوميات ثورة أكتوبر 64 لكليف تومسون رفقة أستاذة بركات الحواتي. بروف مرحب بك. نعم. مرة أخرى في صفحة 38 هو بيحكي في الدراما اللي حصلت يعني. دراما الأحداث يعني دراما. نعم. مقصودين. نعم. يعني. نعم. تجمع رجال الشرطة المدججين بالسلاح على بعد نحو 6 أقدام قرب مبنى في البركس القديم. نعم. كتب عليه معهد الجنود لكنيسة إنجلترا. اختبأ العديد من الطلاب خلف الممر الرابط بين داخلية الصوبات وحماماته, وكان أحد هؤلاء الطلاب هو أحمد القرشي طالب العلوم الذي يعيد زي ما تفضلت لنا سنته الأولى بالكلية. كان شابا نحيلا يرتدي بنطالا أسودا وقميصا أبيض اللون, كفكف أكمامه إلى منتصف ساعده. كان شابا هادئا يحب الكرة ولعب الورق كشتينا يعني. نعم. عرف عن القرشي أنه كان يساريا منذ أيام دراسته الثانوية في الدامر. نعم. بصحيح لنا طبعا هاشمي بروفيسور هاشمي بأنه بيقصد الفاشل مش الدامر. نعم. وكان يؤدي أيضا واجباته الدينية من صلاة وصوم. حمل. نعم. القرشي حجرا وقفز من فوق الحائط القصير وركض إلى الجانب الآخر حتى صار على بعد قدمين من طرف الداخلية, وحينها توقف وهتف بشيء ما وقذف بالحجر نحو الشرطة. لو أن رجال الشرطة رأوا ضرورة التقهقر لما كان هناك ما يقف في طريقهم. سمع صوت طلق النار مرة أخرى واخترقت طلقة رأس القرشي قرب حاجبه الأيمن, وخرجت من مؤخرة جمجمته هوى جسد القرشي على الأرض الرملية, فحمله زملائه إلى الممر ثم إلى غرفة في الداخلية وسجي على فراش. نعم. دي رواية تومسون. نعم. فيها 3 نقاط. نعم. يساري, عرف أنه يساري من أيام الثانوية. نعم. وأنه كان ماشي ساكت ما كانش يعني وعاوز دافع عن زملائه, فقام يلا فكك ليه الرواية دي. نعم. هو أنا بالنسبة لي
أرجع لما بسميها تفكيك، بسميها إلى ماذا استهدفت اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بإقامة هذه الندوة. كانت مشكلة الجنوب، ومشكلة الجنوب كان الاتفاق أنه جزء أساسي أو هي بسبب النظام العسكري. فالتقى كل الطلاب بكل ألوان طيفهم السياسي مع اختلافات بسيطة في متى وكيف. لا بد من أن يسقط هذا النظام. فالفكرة كانت هي إسقاط النظام من كل القوى السياسية على تفاوت الأدوار يعني. فكونه أنه هو تكلم كلام صحيح يعني، أنا ما عشت في جامعة الخرطوم وما بعرفها بتفاصيله، لكن بقول المنطق بيقول أنه هو كان طالب من طلبة جامعة الخرطوم، مواطن من مواطني السودان البسطاء، طالب في جامعة استهدف إسقاط النظام العسكري بالمشاركة فيه، وحدث أن أقتيل بهذه الرصاصة. أيوة طبعاً. وأقتيل كسوداني وكطالب بالوحشية، وليس يعني كتصنيف سياسي لمن أو لهذا يعني. هذا زي ما قلت لك تضييق لواسع، الفكرة العامة لا تضيق بالانتماءات الضيقة يعني، هذا رأيه الشخصي. لكن ما في نقاش، وانت اعلم به مني هذا أن القرشي هذا نقاش يميني ولا يساري. لا اعتقد انه يجدي، القضية كانت اكبر من الاحزاب، القضية كانت ان يصل السودان الى تحول المنطقي والى اسقاط النظام. ده المنطقي، لكن لكن المنطق السياسي بيقول انه التنازع حول من صنع اكتوبر، وبالتالي الرمز الرئيسي اللي فيها بيديك هو. نعم، لكن من صنع اكتوبر هي عدد من المواقف. وليه صراحه بروف معلش، نعم، من صنع اكتوبر؟ اكتوبر دي عمل منه؟ لا، هي اكتوبر يعني يمكن ان تكون صناعه للمثقفين بصفه عامه. طيب. المثقفين بمعنى طلاب جامعه الخرطوم كان عندهم احساس من خلال انتماءاتهم السياسيه بطبيعه النظام وطبيعه انه لابد من تحول ديمقراطي ان يحدث، يعني باعتبار انه الحريات يعني مثلا الثوره ما قامت بسبب الجوع. صحيح. يعني الدولار كان الجنيه كان ب$3، كان محبوح الوقت، الحياه كانت طيبه جدا، التنميه كانت ماشيه كويس، كانت كلها بسبب قوه الدفع بتاع القوى السياسيه، وعلى راسها كان اليسار يعني. يعني اليسار كان هو عنصر اساسي في عمليه الثوره والاعداد لها والمناداه بالاضراب السياسي العام منذ عام 1961. وبعد ذلك الحركه السياسيه لما حصلت الاحداث دي في بعضها فوجئت بها، لكن اتحاد طلاب جامعة الخرطوم للحقيقة والتاريخ الأول هو الذي دفع بهذا التصعيد الذي أدى إلى المواجهة التي أدت إلى الحراك السياسي بتاع المجتمع كله يعني. يعني أطلق شراره؟ لا يعني، نعم، أنا أستطيع أن أقول أن الطلاب كانوا هم رأس الروح في عملية التغيير وفي عملية صناعة ثورة أكتوبر، وبعد كده تداعت القوى السياسية بألوان طيفة وبتحفظات في البداية وب يعني توافق واشتراك في. طيب. العمليه في الاخر يعني أسمح استطيع ان اقول بصراحه العباره انه هي من صناعه اتحاد طلاب جامعه الخرطوم. طيب. في ذلك الوقت. أيه. وبعد ذلك تم الحراك من كثير من القوى السياسيه، بعضها كان مستعد وبعضها ما كان مستعد. طيب، حنجي للموقف القوى السياسيه، لكن نعم. وانت استاذنا الكريم تعرف معي ومع اخرين برضو انه الظاهره الاجتماعيه دي ما يعني ما مفاجاه، هي نتيجه تراكم. نعم. والتراكم ده نفسه بتجي لحظة الانفجار فيه. نعم. ففكرة، وده ممكن يكون رأيي مش عارف، فكرة أن يبدأ التاريخ لإسقاط نظام عبود من ندوة جامعة الخرطوم كأنه يغفل تراكم قبل هذه الندوة بكثير ونضالات لكثير من القوى السياسية الموجودة، أحداث المولد وغيره وغيره. نعم. مش كده؟ فأنت معاي في التحليل لأن النقطة. نعم. دي فيما قبلها. نعم. صنع هذا التراكم. نعم. مش صحيح؟ نعم. طيب قل لي شنو قبل اللي خلى يعني اكتوبر هي ذروه تراكم النضال؟ اكتوبر ذروه النظام لسبب بسيط جدا، التراكم اللي بتتكلم عنه ده لم يحدث فقط من المولد، حدث من اعتقال القوى السياسيه التي قدمت مذكره منذ بدايات اللي هو الكلام عن انه هل 17 نوفمبر كانت تسليم وتسلم. أيوة، انقلاب. لو قريت انت مثلا البيان الاول كان مربوط بالجفوه المفتعله بين السودان وبين مصر فيما يتعلق ب المسألة بتاعت مياه النيل، مياه النيل والمسألة بتاعت حلايب. أيوة. وغيره 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 وغيره. لما حصل الانقلاب في لحظات بتاع الصراع السياسي الممارسة الديمقراطية كانت خاطئة يعني، ولذلك حصل المسألة بتاعت الانقلاب في 17 نوفمبر وكان انقلاب عسكري على مستوى القمة ما على مستوى صغار الضباط يعني. هو انقلاب يعني؟ يعني هو انقلاب عسكري. انت بتوصف انقلاب. لكن منو قام به؟ الانقلابات العسكرية من عادة بقول مرحلة العقداء ولا الوظائف القيادية البسيطة، لكن اللي قام به الرئيس لا 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 الجيش كله يعني. صحيح. اللي هو ابراهيم عبود وبعد كده كثير من الضباط يعني. فانا اعتقد من اللحظه ديك لما حصل قدمت المذكره ودوهم ناقشوط كل القوى السياسيه يسار على يمينه
وسار على يمينه، وجاءت بعد كده بتاعت أكتوبر، وجاءت بعد كده منافحات الطلاب منذ ذلك الوقت لم يتوقفوا إطلاقا من المسألة بتاعت يعني كان وزير الداخلية عمنا محمود أحمد عروة، وكان يعني حسن بشير نصر. وهو إلى آخر الجنرالات الكبار دير يعني. فكان في مواقف، كان في فجوة كبيرة جدا جدا بين النظام العسكري حتى بعد ما عمل المجلس المركزي أيوه. عشان يمتص بعض المسائل، برضو الناس كان عندها موقف من النظام العسكري، وعلى ذلك هذا التراكم الذي حدث، وبعده في يعني اعتقالات كثيرة جدا جدا حصلت. يعني متفق معي انت، كان في محاكمات بتاعت اتحاد نقابات العمال صحيح. وغيره وغيره وغيره، فدي كلها أدت الحقيقة إلى التراكمات اللي بتتكلم عنها. ولما جاءت في جامعة الخرطوم واتحركت المسألة من خلال اتحاد جامعة الخرطوم، ومن اتحاد جامعة الخرطوم مشت بقت قضية رأي في الرأي العام نعم. من خلال أحمد علي بقادي، وبعد كده الشعب السوداني ابتدى يحس بكثير جدا جدا، وبدت المسألة دي. فلما حصل الصدام ووصل إلى مرحلة القتل اللي بداه الشهيد أحمد القرش طه في اللحظة دي، بدأ منذ تلك اللحظة العد التنازلي لانهيار النظام وتراجعه في مرحلة من المراحل زي ما الكتاب طيب. فسر هذه تمام. المسألة تمام. قبل ما تبدأ عايز أقول أنه أخونا محمد المكتب إبراهيم شاعر ثورة أكتوبر 1964 حي القرشي في قصيدة اسمها عن القرشي في الأناشيد قال كان في العشرين لم يرى ألقا من الشموس مقبلة، ولم يعش هناءة الزفاف، ولم يكن في فمه أكثر من هتاف، ولم يكن في يده أكثر من حجر، وكان في المقدمة على خطوط النار والخطر، فجندلوه بالرصاص داميا منتفضا، وفي كف أصحابه غضا. جميل. بعد ذلك النشيد الرابع للثورة للغرشي لفوه في علم البلاد ودسروه بحقدها وعويلها، يتأجج الغضب المقدس فوق تربتها وعبر سهولها بشموخ وثبتها إلى الحرية الحمراء بالقطر النجيع، تدفقوا متظاهرين محطمين العار والذل الطويل وكل ألوية الخنوع، لا البطش يرهبهم ولا الموت المحدق بالجموع، الثورة الشعبية الكبرى تغذت بالدماء وأضرمت فوق المآذن نارها. لتحية كانت للغرشي، وهو الموقف بتاع الدفن في ميدان عبد المنعم لما تحرك من المستشفى بالأمس، ولا قال بالأمس في المساء نعم. أقبل الجنود للحظر وعصبوا عيوني نعم كذا؟ نعم الجواري الناشزات قيدوني نعم، وعندما خرجت سائرا تصايحوا علي قف وفتشوني نعم. اسمها الحظر ولا الخطر؟ الحظر. ليه مكتوبة الخطر؟ لأنها كانت هي ما مكتوبة، هو الذي قرأ عنده السهل الممتنع مش طوال للخطر، ما في شعر اسمه الخطر. الحظر المناسبة كانت هي الإعلان حالة الطوارئ وحظر الدخول. والله ده حظر فعلا، ما الخطر؟ أي ما هو في كل الخطر. باحة أحببتها انتصبت حوائط السكون، لم يبق في الرصيف حجر على حجر، مش كده؟ نعم. في المدى سدود والصمت والجنود يزنون بالشوارع التي أحببتها، يزنون بالشوارع التي أحببتها وبالحدائق الواسعة العيون. والله يعني لازم نحيي أستاذ نعم. الشاعر نعم. العظيم نعم. وبالمناسبة برضو طلع قصيدة، وما ننسى هاشم صديق برضو يا دكتور. نعم هاشم صديق ما ننساه برضو. نعم يعني في الملحمة نعم كانت رائعة وجميلة وبتعبر لحظة بلحظة وكلمة بكلمة. لما الليل في لما اللي هو النشيد بتاع هاشم صديق أيه. لما يظهر في 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 فجر مظالم مش كده؟ نعم غنى احد والكلمات الكلمات يعني انت لما تشوف كمان لما كان الكورس بيغني في مسرح القومي الناس ما احتملت يعني انت يا بروف عملت اكتوبر كنت طلبة نعم ويعني كتبت كثير من الاناشيد وباسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني محمد كبير ومحمد عبد الحي محمد عبد الحي وكل شعراء عريس الميت يعني. لكن وأنا حجيك في آخر الحلقة ما الذي تبقى من أكتوبر، لكن ما حصل لك السؤال ده، خلينا نختم بيه نمشي لقدام شوي. توفى القرشي، تحرك تعرف رأي طاش كده تحرك كل الشارع في لحظة مهمة جدا حول الفاعلين الأساسيين وأداهم حقهم تومسون من الشخصيات التي قادت التفاوض حتى أنهت الحكم العسكري في السودان. دكتور حسن الترابي، إسماعيل محمد عابدين إسماعيل محمد خير
أو محمد خير علي, علي خير, خير. علي, 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 علي محمد خير علي محمد خير نعم. وبابكر عوض الله نعم. وعبد المجيد إمام نعم. بالله برضو قلينا أوزان ما أوزان يعني ما قدموه الشخصيات دي وما قادوا في التفاوض والذي أفضى في النهاية طبعا إلى تسليم السلطة. قبل التفاوض كل هذه الشخصيات كان عندها دورة في مقاومة النظام العسكري, ولعلي أضيف لها الأخ رحمة الله عليه شوقي ملاسي. شوقي ملاسي نعم. البداية الأستاذ عبد الدين إسماعيل رحمة الله عليه كان منافحا ضد النظام العسكري, وقام موقعه من نقابة المحامين, وهو رجل عنده مركز القانوني وشخصيته المحبوبة وسط الناس, ونقابة المحامين كانت مشهورة بموقفها المناوي لمصادرة الحريات يعني. وده كان أول اجتماعات حصلت بعد الدفن, بعد مش بعد الدفن, بعد ميدان عبد المنعم انعقد بمبادرة من شوقي ملاسي في مكتبه. أيوة. واستمرت تكون بداية جبهة الهيئات بداية من الاجتماعات دي كانوا المهنيين, ما كانت الأحزاب لسه وصلت. أيوة صحيح. من ناحية أخرى الأستاذ حسن الترابي رحمة الله عليه كان أستاذ في الجامعة, وكان جاي مشبع بالثورة الفرنسية وجاي من باريس, وكانت كل كلماته منذ الندوة الأولى بتاعة الجمعية بتاعة الدراسات الاجتماعية كانت هي ضرورة تنحي هذا النظام وأن نستعيد الديمقراطية. صحيح. وكان له دوره, وبرضه كان له دوره في الموقف وفي يعني الاجتماعات بتاعة الأساتذة بتاع جامعة الخرطوم. وبعد ذلك بابكر عوض الله كان عنده موقف واضح جدا جدا, لأنه لما المحامين اجتمعوا كان أخونا شوقي ملاسي رحمة الله عليه, وكانت يتابعه زوجته صفية صفوت نحييها إن شاء الله من هنا, وبعد ذلك كان مصر على أنه لا بد أنه يلتقي المحامين والقضاء يعني. فهو كان حريص على أنه بابكر عوض الله يكون موجود, وهو القام بالعملية بتاعت الإجراءات بتاعت التنسيق بين القضاء من ناحية من خلال بابكر عوض الله وبين المحامين من ناحية تانية. عبد المجيد إمام في لحظات معينة كان في إجازة محلية, لكن بابكر عوض الله كان مصر على مشاركته في هذه المسألة, خصوصا وأنه هو معروف بالانضباط الشديد جدا. صحيح. يعني زي ما ذكر الكتاب كان حاكم قبل فترة أحمد سليمان المحامي أحد القيادات بتاعة الحزب الشيوعي, وقبل ذلك الثورة نفسها, وكان مسجون لأنه بالكونتمت أوف ذا كورت بإهانة المحكمة في محاكمة, وهو قام بكلام فحاكمه عبد المجيد عبدين. عبد المجيد عبدين قام بدور محترم جدا بإصرار من بابكر عوض الله عبد المجيد إمام. ولذلك كان يعني والمظاهرة برضو الشهيرة اللي هو مشى وقف منع ضرب الظاهرين. هي ما مظاهرة, هي يوم الاثنين 26 أكتوبر. طيب. كان اجتمعوا في القضائية على أساس أنه يكون في موقف كبير يسلم المذكرة اللي اتفقوا عليها في مكتب للقصر عبدين إسماعيل, وسلموها للمجلس الأعلى. المجلس الأعلى قال له أنا ما بستلم إلا من 4 أشخاص, وحددوا 4 أشخاص أو 5: بابكر عوض الله, عبد المجيد إمام, طه بحشر, واحد اسمه عبد الرحيم, وتاني خامس أظنه. أنت برضو ما ننسى اتحاد, ما ننسى برضو الشيخ الأمين. الشيخ الأمين تجي في الآخر في المفاوضات في المفاوضات. الشيخ الأمين الاتحاد المزارعين, المزارعين. وأحمد سليمان جو في الآخر في المفاوضات اللي كانت في في القيادة العامة. القيادة العامة كانت في القيادة العامة, كانت في القيادة العامة. دي الوجهين كانوا جداد. طيب معلش يا برادو ليه يطلع فاصل وحجي هطلع فاصل نعم. وحجي بعد إذنك أستاذنا نواصل النقاش حول التفاوض الذي كانت النهاية هي سقوط حكومة عبود. بس يعني ذكرنا الخامس منو كان أي حاجة بعده. في هذا الفاصل نشاهد كتاب الوراق, ثم نعود لنواصل الحوار حول هذا الكتاب يوميات ثورة أكتوبر كليف تومسون, والذي قام بترجمته بروفيسور بدر الدين حامد الهاشمي مع أستاذنا بركات الحوادث. كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى, لازلنا في هذه الحلقة الجديدة من الوراق نناقش هذا الكتاب, مرور 56 عام على ثورة أكتوبر 21 أكتوبر 1964. نناقش كتاب كليف تومسون يوميات أكتوبر 64, والذي قام بترجمته بروفيسور بدر الدين الهاشمي رفقة بروفيسور بركات موسى الحوات. بروف مرحبا بك مرة أخرى. أنا عايز أمشي محطات سريعة لأنه في النهاية نحن بندعو المشاهدين برضو الكرام أنهم يبحثوا عن هذا الكتاب, لأنه ده كتاب يعني فيه أكثر من 326 صفحة. نعم. فكثيرة التفاصيل يعني. نعم. الكتاب وملاحظ انه ما فيه مراجع وما فيه ما يوميات ورايه بسجلات يعني زي يوميات وكذا يعني. لذلك ننتقل في محطات, لكن انا عايز استاذنك. تفضل استاذ. لانه الراي العام السوداني الشباب اللي قاموا بثوره ديسمبر عليهم ان يعلموا بعض المواقف اللي تعتبر من مفاصل حركه التطور السياسي في السودان. نعم. يوم الاثنين 26 اكتوبر, وبعد ان تراكمت الاحداث وتم الاتفاق على مذكره
نقحت أكثر من مرة عشان تقدم للمجلس الأعلى، وتم الاتفاق على 5 اللي ذكرناهم ديل عشان يقدموها للفريق عبود. كان في اجتماع فوق وفوجئوا هم بيتكلموا عن الإناي بأنه الأسلاك الشاية تحيط بالقضائية. وغرشي فارس الضابط المسؤول جاء وعنده تعليمات واضحة المعالم، يضرب في المليان، لأنه يضرب في المليان. أيوة. والناس زملاؤه وأصحابه وأهل قانون كلهم وهو إلى الآخر. فلما وصلت مرحلة بتاعة احتداد بصورة، كان بابكر عوض الله أصر على جاية عبد المجيد إمام وكان معهم في الاجتماع، وشعر بأنه في ضربات تحذيرية بتاعة رصاص نزلت، نزل في السلم. فنزل في السلم فبيخاطبه غرشي فارس الضابط أنزل ما تتحرك، وبيلوح بمسدسه فما تراجع ويوقف قدامه، وده ملوح بالمسدس وبيقول له أنا قاضي ومسؤول منك وآمرك بالرجوع. ففي اللحظة دي أداه التحية العسكرية وقال له حاضر سعادتك، فمضى. ففي اللحظة دي حصل متغير شديد جدا جدا وسط جماهير الموجودة، باعتبار أنه ده أول انتصار ويكاد يكون أول بيان للثورة بنجاحها. وفي اللحظات دي أعلن الإضراب السياسي العام في لحظة من اللحظات الحرجة اللي هي مرحلة من مراحل التاريخ الغريب، يعني اللي هي أنه تحولت البلد كلها من أولها لآخرة إلى انتصار من خلال هذا الموقف الذي تجاوز مجرد الهتافات. صحيح. طيب، من الجانب الآخر بدت المفاوضات ما بين المدنيين والعسكريين، والتاريخ يعيد نفسه حتى ما جرى في الثورة الأخيرة في ديسمبر برضو. هذا المصطلح، وأنا أحياناً وده تقديري الشخصي، أن واحدة من لعنات الفعل السياسي عندنا هذه الثنائية، مدنيين وعسكريين يمين ويسار، مشكلة التفكير في الأساس، مشكلة التفكير. نعم. الغريب بيقرأ الكتاب ده والتفاوض اللي كان جاري بمدنيين وعسكريين ويجي عائل لأحداث الثورة في ديسمبر الأخيرة، بيلقى أنه التاريخ الثنائي فيه حالة بتاعت يعني يعيد نفسه في كثير من لحظاته يعني كده. لكن في الجانب الآخر زي ما ذكرنا، الوفد المدني اللي بيحاول البفاوض، في وفد عسكري هناك لأشخاص لعبوا أدوار مهمة جدا، منو من الضباط؟ والله يشوف، يعني هو أنا أعتقد أنه القوات المسلحة في كل الأحوال هي ضمانة. يعني مهما الناس يتكلموا فيها وحق ما يتكلموا فيها بالسوء، يعني صحيح طبعا، يعني بعتقد أنها عندها دور كبير جدا جدا طبعًا. وفيها شرفاء طبعا، ومن ضمنهم الآن نذكر اللواء عوض عبد الرحمن صغير، ده كان في 64. نعم، في 64. واللواء الطاهر عبد الرحمن المقبول. مقبول. الاثنين ديل بقيمة التربية السودانية والمحافظة على لا ينفرط عقد النظام ويكون في كثير من الدماء، بادروا إلى مقابلات بين الفريق عبود بحكم علاقتهم الوطيدة به اللي تكاد تكون اجتماعية أكثر منها عسكرية، وما بين علاقتهم ما بين القيادات المدنية إذا كانت في جامعة الخرطوم ولا إذا كان من خلال الأحزاب القديمة. فديل هم اللي بادروا إلى عملية التفاوض بين العسكريين والمدنيين، ووصلوا إلى الكومبرمايز الأخيرة من خلال ما ذكروا كتاب من تفاصيل. لكن أهم ما فيها، وأنا أدهشتني المعلومة لأنها كانت غايبة عن كل الناس ولعلها غايبة حتى الآن، يعني الناس بتفتكر الذي حدث يوم الأربعاء 28 عمله حسن بشير، اتضح أنه حسن بشير في المقابلات اللواء حسن بشير نصر اتضح أنه حسن بشير أجرى كثير من التنازلات وينضم إلى ما يمكن أن يكون الضباط الأحرار اللي هم صغار الضباط في ذلك، مدهش جدا في ذلك الوقت. أمر يعني مدهش. فيوم 26 والناس في اجتماع في القصر ومعاه اللواء عبد الرحمن عوض عبد الرحمن صغير والطاهر عبد الرحمن المقبول والعميد محمد عبد الله إدريس، فوجئوا أن محمد الباقر أحمد يدخل من باب القصر، وبعد ما خش ووقف قدام الرئيس بيتكلم معاه أنه القصر محاط بكتيبة عسكرية وأنه حياة أعضاء المجلس الأعلى في خطر، حياة المجلس الأعلى في خطر. وفي اللحظة دي فلا بد أن نكون تحل مجلس الوزراء صحيح والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي اللحظة دي محمد عبد الله إدريس أدى مسودة بتاع البيان ما معروف فيه شنو، لكن فيه بايد المبادئ دي اللي هو حسن بشير قال لي إذا الرئيس لم يرغب في أني أقوله أنا بقوله يعني، لكن يبدو أنه هذا تغير. ولكن في النهاية، في نهاية إذاعة الساعة 9 تم إصدار قرار من الرئيس عبود في ذلك الوقت بأنه حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحل مجلس الوزراء. طيب، وتداخل معها بيان آخر في نفس اللحظة يبدو بتاع كانوا بيدعوا
الاجتماع للمجلس المركزي، وده كان عمل دوشة أو شوشرة بلغة اليوم في أنه قد يكون هناك في تمويه أو تحرك عسكري، يعني كان في شكوك متبادلة. طيب أنا عشان أقدر أخذ محطات أسرع معك بروفيسور، أقرأ لي عناوين المقالات اللي أنت كتبتها حول أكتوبر. كعناوين. أوكي. أهم حاجة اديني الوثيقة بتاع سنة 65. نعم. أبدأ لي بها قبل الجرائد الجديدة. كويس. نبدأ بالوثيقة بتاعت. بس الورقة هي. دي كان في جريدة اسمها أكتوبر 21. ما في الكاميرا معاي بتقدر تاخذ دي سامح حسام. دي جريده اكتوبر 21. اكتوبر اسمها كده الجريده. نعم 21. اكتوبر 21. المقال ده نشر 26 اكتوبر 1965. المقال اسمه ايام من اكتوبر 1964. ده كان بيحكي عن مظاهره جامعه القاهره فرع الخرطوم. ايوه يكتبها بركات موسى الحواتي حقوق جامعه القاهره فرع الخرطوم. نعم. إذا أخذت الصورة خلاص. دي كانت okay. عن وصفت الموقف بما بدأ يوم 22 لغاية ما بدأ التخريب. أيوة. بتدمير الجيم إتش اللي هو صالة أردون للغناء والرقص. دمرتوها ليه؟ والبارات. ليه مدمرينها؟ والله الثورة. والكون عليها يعني. وبعد كده مسألة حريق الرأي العام. وعمل إسماعيل اعتمادي لما حكيت له الحكاية في بيته وأنا بعمل معاه لقاء سنة 91 قبل ما يتوفى أو حاجة بالطريقة زي دي، قال لي أنا لما كلموني بضحكته، قال لي أنتم مالكم عليها. كان في جمال عبد الملك الله يرحمه ابن خلدون. ابن خلدون. وأحمد علي بقادي. وما هي كانت يعني بتكتب مساندة النظام العسكري من خلال أستاذنا أحمد علي بقادي ربنا يكرمه بالخير يعني. وما كان في طريقة باندفاع وبحماس يعني سميه ما شئت يعني. عمر المقال ده 55 سنة. نعم بروفيسور مقالك ده عمره 55 سنة. الزمان الخميس 22 أكتوبر، المكان جامعة القاهرة، وبدأت فيه وتشرح ويعني ما جرى منذ الثالث والنصف وجموعنا تلتقي، لا أحد يحيي الآخر، تهتز الرؤوس في إيماءات وتتكلم عيوننا الغاضبة. مش كده؟ نعم. أيوة. لا أحد يحمل في يديه كتابا، كنا نعلم منذ الأمس أن لا مكان لكتاب تحتضنه الأيدي التي تحتضن حقدا، تحتضن سخطا، تحتضن دما فوارا بالسخط. ده مقال مهم جدا، إحنا بعدين هنصور منك الحاجة. طوالي بالذاكرة. بعد كده في حاجات اتكتبت اللي هي 21 أكتوبر والقيود انسدرت يدلة عرس في الأيادي أيادي. قصيدة محمد المكي أبراهيم. ده برضو تاريخه 17 أكتوبر 2009. ده قريب لما عملنا الجمعية السودانية لإعادة قراءة التاريخ على شرف مرور 43 عاما على ثورة أكتوبر الشعبية بالتعاون مع جريدة الخرطوم والأخ فضل الله محمد رحمة الله عليه. عملنا ملف توثيقي فيه ماذا حدث قبل يوم 21 أكتوبر، الصحف أعلنت عن شنو، وبعد كده التداعيات اللي حصلت من ندوة لغاية ما حصلت مسألة الإسقاط، ودي كتب فيها المرحوم جعفر كرار، وكتب فيها فاروق أبو عيسى عن 9 نوفمبر ليلة المتاريس. أي. وكان فيها برضها كان في أخونا عبد الحميد الفضل، كان هو رئيس اتحاد طلبة المعهد الفني أو ما يسمى بالكي تي آي، وده كان عنده الحقيقة متحرك حركة غير عادية. فقال لي يا بركات انت يا اخي اكتوبر دي يا اخي ما خلاص يعني، قلت له ما خلاص يعني، فرست القصيدة جميلة جدا جدا وانا سميتها الشعر النازف. هنا ايضا احنا عملنا يعني برضو في جريده الخرطوم قراءه جديده لمعطيات اكتوبر 64. هل كان في مضمون فكري؟ المضمون الفكري كان كبير وما معروف له وجيهة، كانت الديمقراطيه. ماذا تعني الديمقراطيه؟ شعار الديمقراطيه ادت الى فشل، ادى الى الانقلاب العسكري. بليت اكتوبر فشلت؟ خلينا نمشي محطات اسرع لانه زي ما حيكفينا. فشلت اكتوبر؟ لا استطيع ان اقول ذلك لانها نجحت. طيب نعم، لانها تناسلت بعد ذلك، ان كونها تموت ما كانت حتجيب ابريل 85 ولا ديسمبر 1982. اذا يا بروفيسور. نعم. من جاء بالحكم العسكري سنه 58 كانت الاحزاب السياسيه، ثم جرت اكتوبر بعد 6 سنوات من حكم الفريق عبود الله يرحمه، وقعدوا يا بروفيسور 4 سنوات بس من 64 ل 69 جابوا انقلاب عسكري ثاني، وقعدوا من 85 لغايه 89 وجابوا انقلاب عسكري ثاني. النتيجه الطبيعيه يعني يا بروفيسور كيف نجحت؟ يا استاذ غسان، هي اول حاجه حركات الثوره والتغيير في عمر الشعوب لا تقاس ب 10 سنوات و15 سنه يعني.
يعني اي دوله امسك اشوف المخاط بتاعها عنيف جدا جدا. لكن انت هسه في كلامك ذكرت السبب بطريقه غير مباشره، الاحزاب عليها ان تغير من مرجعيتها الفكريه ومن قدراتها التنظيميه ومن انها تفهم هي لا تعلو على الوطن الذي يعلو عليها. والان هي مطالبه بان تعيد النظر في نفسها باخلاق عاليه جدا وليس بمواقف وتكتيكات واستراتيجيات يعني تبحث عن المحاصصة إذا صح التعبير. النهاردة في الوثيقة بتاعت الوثيقة الدستورية بتاعت الليلة أول حاجة استهدفوها بالنص الدستوري الذي ينبغي أن يكون محل احترام أنه الفترة الانتقالية تقوم من خلال الكفاءات الوطنية، فإذا بالأحزاب كلها بدون استثناء بما فيها الحركات المسلحة تأتي لكي تأخذ نظيمة من المحاصصة ولكي ندخل في ذات الفتيل إن صح التعبير بلغة اليوم. وأخاف أن تعيد الأحزاب إذا ما كانت هي يعني مسؤولية أخلاقية عن قراءة التاريخ أن نقع في ذات الفخ طيب. الذي وقعنا فيه قبل ذلك. نعم. أنا الآن عاوز أقول محطتين سريعات. يصور إذا أنت معي بروفيسور الفريق الراحل عبود بأنه رجل زاهد في السلطة، استلم هذه السلطة بالأمر وتنازل عليها بالأمر، هل دي حقيقة شخصية الفريق عبود؟ والله شوف، في حاجة أنا لا أستطيع أن فيها أو أثبتها، مسألة تسلمها بالأمر في أقاويل وفيها تحقيق كثير يعني طيب. وبحتذر عن أنه أثبتها أو فيها يعني لأنه، لكن بالنسبة لشخصية الفريق عبود بعتقد أنه كأي عسكري قابض على سلطته رغم أنه زاهد، بدليل أنه ما ذكره تومسون قال أنه كل ما عرضوا عليه الحاجات يرفض، كان بيفكر وبياخذ زمن يعني صحيح. ولكن هل ده من باب التفكير المتروي والوصول إلى نتيجة محل الاحترام؟ هو كان حريص على كرامة الجيش وأنه وحريص على بقائه ويعني على بقائه هو كرمز، لأنه مرتين ثلاثة قال لهم وقفوا الحاجة اللي أنا اتفقت عليها أي صحيح. وفي أثناء ما تم الاتفاق كان في بيان آخر بدعوة المجلس المركزي مشى. ولما كان يوم الاثنين في المناقشات بتاعت عوض عبد الرحمن صغير وعبد الرحمن الطاهر عبد الرحمن برضو حصل اتفاق، لكن لما جاء قال لهم انا غيرت رايي صح. هل هو كان بيعيد التفكير ولا كان بيطول في الزمن كسبا طيب. له يعني مثلا يوم يعني في ايام الثوره وهو ذكرها حصلت مظاهره عبرت النيل الازرق ومشت الى سجن كوبر واطلقت سراح المسؤولين السياسيين ايوه صحيح، ومنها طلع احمد سليمان ومشى طوالي لبيت عبد المجيد إمام عشان يحييه على موقفه. الصحفي الفرنسي رولي أو حاجة زي دي بتاع اللومون سجل قال أنه هذه الثورة أعادت ثورة الباستيل حصن الباستيل اقتحام الباستيل خلال الثورة الفرنسية سنة 1799، واللومون غطت دولية اللومون بتاع الزمن ده غطت تغطية محترمة، وهو فرنسي من أصول مصرية نعم. أنا ما نسيت الاسم يعني لكن هو معروف اسمه رينيه إيريك حاجة كده حاجة أي. لكن كتب بصورة راقية جدا جدا يعني تمام أي. طيب عايز برضو أقول أنه ولدنا خالد موسى رفع الله صديقه السفير فيما بعد كتب في 15 أكتوبر 1900 صديقك أنت برضو يعني نعم نعم أي نعم واي نوت هيز رأي لطيف شديد يعني ما شاء الله يعني بتاريخ 15 أكتوبر 97 بالصفحة 8 من ألوان قال يعني عفوا أيها التاريخ حاكم جيل أكتوبر الذي ضيع السودان. أنا دار أشكرك أستاذنا جزيل الشكر الله يبارك فيك دار أشكرك جدا قضايا كثيرة أنا سعيد جدا جدا وأدعو الحقيقة الشباب المعني بتاريخ السودان أن يعيد قراءة كتاب الثورة نعم. السودانية صحيح. في أكتوبر 1964 صحيح. بكل المسؤولية اللازمة والموضوعية اللازمة والحياد نعم. نعم. التحية كل التحية لك المشاهد الكريم، كانت هذه الحلقة الأولى مناقشة لكتاب يوميات ثورة أكتوبر 1964 للأمريكي كليف تومسون والذي ترجمه وحرره البروفيسور بدر الدين حامد الهاشمي. في الختام تحياتي والفريق العامل، نلتقيكم بإذن الله تعالى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.